السلام عليكم. الموضوع اللي بدي احكي فيه بهم الشباب، وبما انكم كلكم شباب اكيد راح يهمكم. الفتره الاخيره، السنوات الاخيره، لاحظنا ان نسبه الطلاق كثير ارتفعت في الاردن، وعلشان هيك احنا عندنا مبادره بهذا بتخص هذا الموضوع، ان نعمل رح نعمل دورات ومحاضرات علشان جيل الشباب اللي من 20-35 سنه، سواء بنات او شباب، علشان نوعيهم بهذا الموضوع، شو الاسباب وشو المشاكل، عشان لما يدخلوا على هاي المسؤوليه يدخلوا وهم متسلحين بهيك معلومات، ويقدروا يتجنبوا انهم يوقعوا بالمصير الطلاق، ونقدر مع الوقت نقلل من النسبه هاي ونحل المشكله هاي.